قام محافظ القاهرة إبراهيم صابر بجولة تفقدية بأحياء مصر الجديدة والخليفة لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حالة النظافة وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع. وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني اليومي للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، بالإضافة إلى متابعة استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.